مساء الخير، يا رب تكونوا طيبين وسعداء ومبسوطين وامنين وبخير، وتكون نفوسكم مليانه امل ان بكره احسن ان شاء الله. وافتكروا دايما نوح قعد يدعي قومه 950 سنه بلا اي التزامات، بس امنوا بربنا، بس امنوا بربنا. مش كل الناس امنت، ولكن نوح ما فقدش الامل، وبالتالي علينا جميعا الا نفقد الامل بل ان نبثه للجميع. النهارده يا ساده كان في شرق التفريعه في بورسعيد حدث مصري جديد، حدث مصري بيقولك انت تقدر وحنكمل، وفاتنا كتير لكن كمان اللي قدامنا اكتر، والوقت ان كان راح فعلينا ان احنا الحقيقة نلحقه ونجري اسرع منه، لان احنا لا نمتلك رفاهية الوقت. النهاردة نبتدي الحكاية فيها من سنة 2002 لما صدر قانون 83 لسنة 2002 الخاص بتطوير محور قناة السويس، وتم على أساسه أول مرحلة من مراحله وتم افتتاحها إحقاقا للتاريخ في 2004، وتم فيها افتتاح منطقة ومينا العين السخنة كأول مرحلة من مراحل تطوير هذا المحور. ولكن ما كانش فيه إرادة نكمل المشروع، ما كانش فيه إرادة إن إحنا نطور المنطقة ونعدي بمنطقة أو بقناة السويس من مجرد ممر مائي لمنطقة الحقيقة يعني صناعية بكل ما تعنيه الكلمة. سنة 2012 هب فجأة طلع علينا الإخوان وقالوا لك هنعمل قانون إقليم قناة السويس. ليه يا إخواننا نعمل قانون الإقليم؟ وليه كلمة إقليم مش محور؟ لما تقرأ نصوص القانون اللي عملوه والحقيقة تكتشف كذا حاجة. نمرة واحد، إنه هو قانون محور قناة السويس اللي تم إقراره من مجلس شعب منتخب حقيقي من دولة مستقرة ذات مؤسسات سنة 2002. لا، أمال هم كانوا عايزين يعملوا قانون تاني ليه؟ كانوا عايزين يعملوا قانون تاني علشان يعدلوا بعض صياغات المواد علشان تسهل ليهم التلاعب بالمنطقة ووفقا لمخططات الصهاينة، مش أمريكا بس، مخططات الصهاينة بكل ما تعنيه الكلمة. إزاي؟ أقول لحضرتك. يعني مثلا كلمة محور تحولت بقدرة قادر إلى كلمة إقليم، والإقليم ده يعني لا يخضع، والقانون ما زال على الإنترنت تقدروا توصلوا له تاني، والكلام ده أنا قلته في 2012 والكلام ده مسجل في حلقة في الأوربت، تقدروا برضو تكتبوا نشوى الحوفي وقانون إقليم قناة السويس، فيعني الكلام ده ماهوش جديد وتقدروا توصلوا للقانون. قالك بدل محور هنخليه إقليم. ليه؟ علشان لا يخضع كده، لا يخضع في قوانينه إلا لقوانين خاصة هتتم سنها، ويخضع مباشرة لرئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية هو اللي يعين المختصين فيه. وكمان من الممكن، يعني من بين المواد كمان اللطيفة اللي كانت فيه ومرعبة بالنسبة للناس اللي فاهمة، من الممكن إن هي هتبقى الاستعانة ببيوت الخبرة والمكاتب العالمية بغض النظر عن جنسياتها، وتيجي هنا في قلب مصر. طب ولما يحصل خلاف ما بيننا وما بين المكاتب ديت يحصل ايه؟ يقالك بقى ممكن نفصل فيها بقوانين خاصة هنبقى ننظر فيها او وفقا للقوانين العالمية، ولا يخضع للرقابة المالية المصرية، ولا يخضع للمحاكم المصرية. بكل ما تعنيه الكلمة، والكلام ده مش كلامي انا، لكن تقدر تفسر فيه تاني وتدور عليه تاني وتدور على مقالة المستشار طارق البشري المحسوب على جماعة الاخوان فكرا ورؤية، لما كتب في ابريل 2013 كتب مقالة في الشروق وصف فيها هذا القانون الإخواني المحتال على قانون سنة 83 لسنة 2002، إنه هو بيع للبلد، تقسيم ليها. ليه؟ علشان تخرج سينا كده، تخرج منطقة القناة كده من عباءة الدولة، ويبقى سهل اجتياحها أو تقسيمها أو منح بعض الأراضي فيها، والموضوع ما بقاش خافي. الشريط من رفح للعريش الحقيقة إسرائيل بتحلم بيه، مش ليها دلوقتي لكن علشان تخلص من مشكلة الفلسطينيين، وإلى الآن بيحلموا بده. ولما بدأنا مشروع قناة السويس كتبت الصحف الأمريكية تقول
هيمولوه منين؟ التمويل سهل، ممكن السيسي ياخد 20 مليار دولار السعودية مستعدة انها تدفعهم مقابل ان هو يدي المساحة دي الشريط الرفيع ده للفلسطينيين يقيموا فيه دولتهم، وهم عايزين كل المساحة دي من الارض ليه؟ ويبقى العريش ميناء للفلسطينيين. كلام فارغ وماسخ ومالوش معنى يقول لك ان مصر عمرها ما بتفرط في ارضها. وبالتالي يا سادة قصة النهاردة ما ابتدتش من النهاردة، قصة النهاردة بادية من القانون 83 لسنة 2002، ومرت بأحداث كتيرة لحد ما وصلنا للنهاردة. طب النهاردة كان في ايه بقى؟ النهاردة الحقيقة من الساعة 6 الصبح كنا في طريقنا إلى شرق التفريعة في بورسعيد. حاجة تفرح وقلبك ينشرح لما تشوف الأراضي بتتمهد وتشوف الترع بتتحفر وتشوف كمان المزارع السمكية اللي كان الرئيس واللواء كامل الوزير ورئيس الوزراء بيتكلموا عليها بدأ الحفر فيها بالفعل، لما تشوف إن الحفارات والخوازيق وكل المعدات موجودة علشان لحظة إكمال الموضوع اللي بدأ بالفعل، الشغل مش لسه هيبتدي، الشغل ابتدى بالفعل. شرح كتير قوي يعني أنا عايزة كتبت كل كلمة كانت بتتقال وعايزة أقول لحضراتكم لأني ما لحقتش طبعا، إحنا جايين على هنا على طول. تنمية منطقة قناة السويس فيها ثلاث مناطق، المنطقة الأولانية بورسعيد، بعدين الإسماعيلية الأنطرة، وبعدين المنطقة الثالثة السويس والعين السخنة. هنستغل فيها الأراضي في شرق القناة لأن الأراضي اللي في غرب القناة كمان محدودة. بعدين قال لك بقى أول حاجة منطقة عندنا هي منطقة بورسعيد اللي هي المرحلة الأولى اللي النهاردة كنا بنقول يهادي في إطلاق إشارة البدء فيها. كان الهدف منها ربط غرب وشرق بورسعيد ببعضهم بشبكة من الطرق. طيب هنعمل فيها ايه؟ هنعمل فيها ميناء بحري بطول 10 كيلو متر، هنعمل فيها منطقة صناعية بمساحة 40 مليون متر مربع، وهتبقى فيها مصانع وهتبقى فيها قاعة للمؤتمرات كبيرة، كمان هنعمل فيها منطقة سكنية على مساحة 4 مليون متر مربع اتساع 10,000 وحدة سكنية، هنعمل فيها منطقة لوجستية للخدمات الميناء، وهنعمل فيها مزارع أسماك تنتج 55 ألف طن أسماك سنويا زائد مصانع أعلاف وتعبئة وتعليب. كمان تم التخطيط بقى لتوسعة الطريق على جانبي القناة. عندك بعد كده قال لك بقى يعني قبل ما أخدكم على حتة تانية كان فيه الكلام عليها، قال لك عندنا منطقة الإسماعيلية الأنطرة. الإسماعيلية الجديدة هتبقى على مساحة كبيرة لكن هيبقى فيها 58 ألف وحدة سكنية كاملة الخدمات، وهتعتمد على الطاقة الكهربائية الهجين المولدة. وقال لك هيبقى كمان فيها منطقة صناعية في الأنطرة غرب، وكمان منطقة تكنولوجية اللي بيسموها وادي التكنولوجيا، وده التخطيط ليها، وكمان هيبقى فيها ثلاث أنفاق. نسيت أقول لكم إن بورسعيد هيبقى فيها أربع أنفاق، بدأ بالفعل الحفر فيهم، وكمان وصول أول مكينة حفر من ألمانيا من شهر فات، ومستنيين المكنة التانية إنها توصل في شهر ديسمبر. كمان منطقة الإسماعيلية الأنطرة هيكون فيها صحارة في منطقة سرابيوم تحت قناة السويس، يكون فيها أربع بيارات بعمق 60 متر لعبور المياه العذبة لسيناء لاستزراعها. وقول معايا يا رب. المنطقة الثالثة أو المرحلة الثالثة هي السويس العين السخنة، رصيف جديد، تطوير ميناء الأدبية والسويس، ومحطات لتوليد الطاقة، ومجموعة أنفاق في شمال السويس، واثنين نفق سيارات ونفق للسكة الحديد، والعاصمة الجديدة كمان تم الحديث عنها النهاردة، وقالوا أن 170 ألف فدان هيكون مساحتها لاستيعاب 6.5 مليون مواطن. أول مراحلها بدأت بالفعل على مساحة 10,000 فدان. الكلام كتير؟ آه طبعا الكلام كتير. وبعدين كان في كمان عدينا على حاجات كده، عدينا مثلا على الضبعة، وقلنا إن الضبعة فيها أربع مفاعلات نووية تم توقيعهم من الجيل الثالث مع روسيا، وكمان وليه الجيل الثالث؟ علشان رفع معدل الأمان وتوليد 1200 ميجا وات طاقة المفاعل الواحد، وكمان هتدخل الخدمة أول
دخولها الخدمة في 2024، وصممت بأسلوب مقاومة الخطأ البشري للناس اللي بتبقى قلقانة من الموضوع النووي. كمان هيكون في لأهالي الضبعة مدينة سكنية بدأ العمل فيها علشان يبقى فيها 1500 بيت بدوي، مساحة كل بيت 300 متر لكل منها، يعني ممكن نفكر نطلع من دلوقتي على الضبعة أنا وإنتو. ومنشآت طبعا خدمية. وكمان هيكون في 2050 وحدة سكنية للعاملين في المشروع، برضو بدأ العمل فيها علشان تستوعب العاملين في المشروع من دلوقتي. العالمين هيكون يعني هيقام مدينة جديدة للعالمين على مساحة 77,000 فدان لاستيعاب 5 مليون نسمة. هيتعمل فيها كمان جامعة ومدينة سياحية. دمياط الجديدة بتستعد علشان تستقبل مدينة دمياط لصناعة الأساس كأكبر مدينة لصناعة الأساس في العالم. مينا العريش جاري تطويره لتحويله لمينا تجاري. رفح الجديدة 626 عمارة سكنية و 300 منزل بدوي وكافة مؤسسات الخدمية. ده كل ده غير شبكة طرق ماسكة مصر من شمالها لجنوبها، توصل كمان لحد أسوان علشان محور مصر مع أفريقيا أو الطريق الدولي لأفريقيا. الأهم إن كان فيه كمان الكلام عن مدينة الجلالة اللي هي على 17,000 فدان وارتفاع 750 متر فوق سطح الأرض. منتجع هتضم منتجع الجلالة، المدينة الطبية، جامعة الملك عبدالله، ومخطط امتداد الطريق حتى الحدود المصرية السودانية لتكون محور مصر أفريقيا. كل ده كان الكلام عليه النهاردة. طب ده التخطيط، بدأنا فيه معظم المشاريع اللي كلمت حضراتكم عنها، بدأنا فيها معظم المشاريع اللي حضراتكم شفتوا النهاردة الرئيس والسادة المسؤولين بيتكلموا عليها، بدأ الشغل فيها. مش شرط ان احنا نقول ان احنا عملنا، مش شرط ان احنا نقول ادي المكان اهو، مع ان ده مش رأيي الحقيقة. انا رأيي ان الشعب لازم يعرف الدولة بتعمل ايه، والناس تبقى عارفة وتشارك وتوفر من قوتها علشان ده. لكن الدولة والرئيس شايفين ان هم كده احسن علشان محور الشر، أيا يعني كان محوره بقى داخلي أو خارجي. لكن في النهاية هو ده اللي كان الكلام عنه النهاردة. عايز أقول لحضراتكم حاجة أو كذا حاجة. أولا لما الرئيس اتكلم وقال إن إحنا عندنا 3 تحديات كمصريين، التحدي الأول هو الإرهاب داخليا وخارجيا، لا اللي بره هيسيبك ولا اللي جوه عقل وربنا هداه. وبالتالي لازم نبقى واعيين ولازم نبقى فاهمين، وإذا كان في بلطاي كتير، يعني إذا كان عندنا أكتر من بلطاي، وبلطاي هو الخاين في فيلم وإسلاماه للي ما شافهوش، فلازم نبقى كلنا سلامة. سلامة اللي كان عنده بصيرة رغم عمى البصر. ده نمرة واحد. نمرة التحدي التاني اللي اتكلم عليه رئيس الدولة النهاردة هو عامل الاقتصاد. يعني احنا مواردنا على قدها، احنا مواردنا مهيش سهلة، احنا اللي بيساعدنا يعني بناخد مساعداتنا بالتيلة، وبالتالي لازم نشتغل على قد ما نقدر، على قد ما نقدر، ونوفر على قد ما نقدر، ونمسك على نفسنا مش علشاننا احنا لكن علشان عيالنا. هو ده الحاجة التانية. الحاجة التالتة اللي اتكلم عليها الرئيس، الحقيقة التحدي التالت، الفساد يا سادة. عجبني قوي ان الرئيس لم يهمل تحدي الفساد في إطار حديثه عن التحديات اللي بتواجه مصر. يعني الإرهاب إذا كان موجود جوه وبره، يعني الاقتصاد والعوامل الاقتصادية إذا كانت موجودة، فالرئيس لم يهمل عامل الفساد اللي قال إن إحنا هنقضي عليه. عندنا فساد، يوف، كلنا نمارس الفساد، وهناك قوانين الحقيقة تبيح استخدام أو تبيح الفساد والإفساد، وكله بالقانون، كله بالقانون. وبالتالي عندنا مجلس شعب جاي إن شاء الله، يا رب ينتبهوا إلى المواد التشريعية اللي محتاجة تغيير، ويشيلوا من كل القوانين اللي هتتعمل كلمة إلا ما يراه السيد الوزير المختص، باستثناء ما يراه الوزير المختص. ويعني مش عارفة المادة إيه، تضرب المادة إيه وتعارضها، فيبقى كل حاجة وعكسها مباحة. إرهاب وفساد وجهين لعملة واحدة،
كلنا لازم نقاومهم وكلنا لازم يبقى عندنا أمل، مش علشاننا إحنا لكن علشان عيالنا. الحاجة التانية اللي تلفت نظرك هي برضو مفيش فايدة إصرار الرئيس على إن الوقت يتم اختصاره من 3 سنين زب لسنتين. الحقيقة يعني أنا معرفتش إن ممكن أكون الناس شايفاني وأنا بضحك، بس أنا ضحكت أول رئيس ما قال للواء كامل الوزير قال له استنى بس احنا هننفذ في قد ايه، عرفت الثلاث سنين اللي هو كامل قال عليهم يا هيبقوا سنه يا سنه ونص يعني او سنتين يعني هو ونصيبه. والحقيقه اللي هو كامل حاول ان هو يعني يشرح للرئيس ان هم عملوا اقصى ما في وسعهم، ان الدراسات بتقول ان التقارير بتقول ان الجداول بتقول، ولكن كان الاصرار من اللي عنده فهم ورؤية، من اللي مدرك ان الوقت مش في صالحنا، من اللي مدرك ان فاتنا كتير، ان احنا مش هنقدر نستنى 3 سنين فلازم نخلص المشاريع ديت في سنتين. نشوف التقرير ده، نشوف الحوار ده 6 دقايق ما بين لواء كامل وزير ورئيس الدولة، لكن بيلخصوا مشاريع كتير وبيلخصوا احلام كتير. اوعى تبطل تحلم. تبلغ مساحة منطقة شرق بورسعيد 160 مليون كيلو متر مربع، وسيتم تناولها من خلال 5 عناصر رئيسية كالآتي: منطقة الميناء، المنطقة الصناعية، المنطقة اللوجستية، منطقة المزارع السمكية، منطقة أنفاق جنوب بورسعيد، منطقة الميناء. تشمل الميناء أرصفة بحرية بطول 10 كيلومتر ودائرة دوران ومجرى مائي وقناة اقتراب جانبية. الأرصفة البحرية مخطط البدء فورا يا فندم، بمجرد تلقي الأمر بالبدء اليوم إن شاء الله في إنشاء 5 كيلومتر أرصفة بحرية كأسبقية أولى. الرصيف الغربي بطول 2 كيلومتر وعرض 450 متر، والرصيف الشرقي بطول 3 كيلومتر وعرض 500 متر. الرصيف الشرقي يا فندم مميز امام حضراتكم على يمين نقطة المشاهدة بالبياري الحمراء والدخان الاحمر. الرصيف الغربي مميز امام حضراتكم على شمال نقطة المشاهدة بالبياري الخضراء والدخان الاخضر. الارصفة دي يا فندم ان شاء الله بمجرد الانتهاء من تنفيذها هتبقى بالشكل اللي قدام حضرتك ده، ال5 كيلو ان شاء الله بالكامل. يتواجد على الارصفة معدات 10 شركة مصرية وطنية جاهزة للبدء في التنفيذ فورا يا فندم. دائرة الدوران، دائرة بقطر 950 متر وتستخدم لمناورة السفن أثناء دخولها في المجرى المائي والاتراكي على الأرصفة، وهي المميزة أمام حضراتكم بالبياري الصفراء والدخان الأصفر، ويتواجد بها على 2 كراكة من كراكات هيئة قناة السويس، والتي بدأت فعلا صباح اليوم في التنفيذ. وإن شاء الله يا فندم دائرة الدوران هتكون بالشكل اللي أمام حضراتكم على الشاشة. المجرى المائي، المجرى المائي للميناء بطول 3 كيلومتر وعرض 550 متر وعمق 18.5 متر، وهو المميز امام حضراتكم امام نقطة المشاهدة مباشرة بالبياري البنفسجي وبالدخان البنفسجي. وان شاء الله بانتهاء التنفيذ سيكون كما هو موضح على الشاشة امام حضراتكم ان شاء الله. قناة الاقتراب الجانبية
خلف نقطة المشاهدة بطول 9 كيلومتر وعرض 250 متر وعمق 18.5 متر، وتستخدم لدخول وخروج السفن الى المجرى المائي للميناء دون التقاطع او تعطيل حركة دخول وخروج السفن الى قناة السويس. المنطقة الصناعية بعد اذنك تتلوها كامل. انت امتى هنخلص ده؟ ان شاء الله التوقيت يا فندم. اه طبعا ان شاء الله يا فندم. احنا مخططين ان شاء الله الارصفة نفسها خلال سنة. المناطق التداول المتخمة الارصفة اللي هي ستك هيبقى عليها الكونتينرات او البضائع ان شاء الله ستك كمان سنة، يبقى سنتين المينا بالكامل والاسبقية الاولى اللي ستك هتشوفها دلوقتي من المنطقة الصناعية. باقي المنطقة الصناعية فندم وباقي المينا بالكامل ان شاء الله في 3 سنوات. مش كتير 3 سنين. هو ستك سنة ان شاء الله زي ما ستك. احنا مخططين ان شاء الله باذن الله الارصفة فندم، لان دي طبعا فيها 5 كيلو ارصفة، وده الحمد لله لاول مرة في مصر بننفذ 5 كيلو ارصفة في وقت واحد. واحنا فندم عشان نعمل كده احنا ما استنيناش ستك العشر شركات المصرية الوطنية اللي موجودة تجيب معداتها. احنا فنم لاول مرة في الهيئة الانسانية للخطوط المسلحة، وطبعا بأوامر من سيادتك نمتلك 18 مكنة تنفيذ اساسات عميقة وحوائط لوحية اللي هي مصطفى امام حضرتك دي، المكنة فنم الزرقاء اللي هي شايلة جراب او حد قاطع ابيض، دي مكنة حوائط لوحية فنم، دي لاول مرة بتمتلكها الهيئة الانسانية، وكان موجود منها في مصر كلها 2. اللي بعدها فندم دي مكنه اسات عميقه، ودي برضو من 18 مكنه احنا امتلكناهم. عندنا منهم يا فندم دلوقتي 6 شغالين فعلا في محور رود الفرج وكوبري رود الفرج على النيل، وال12 مكنه فندم هنا بالكامل عشان نساعد كارصفه. ولكن مناطق التداول يا فندم دي ما نقدرش نبدا فيها غير بعد ما نتم الارصفه، فهنخلص ان شاء الله خلال سنتين بالتوازي مع ال16 مليون متر مربع اللي ستك هتشوفهم دلوقتي من الاسبقيه الاولى من المنطقه الصناعيه. وسيادتك اسمح لنا بس علشان نقدر ان شاء الله ننفذ. فيعني انا ممكن اسمح لك بسنتين، ممكن اسمح لك بسنتين. سنتين يا فندم تحت امرك. طب شكرا يا كامل. شكرا شكرا. وبس معلومه بس، انا ما كنتش عارف ان الكاميرا عليا، يعني انا عارفه ان انا قاعده ورا، فالحقيقه شايفه الحوار ما بين اللواء كامل وزير، وشايفه الحوار ما بين الرئيس، فالحقيقه يعني وشايفه اللواء كامل بيحاول يشرح ويقول له والقياسات والدرجات والاجندات وكل حاجه، وعندنا كام مكنه وكم مش عارف ايه استوردناه كل ده. الحقيقه فالرئيس الحقيقه حسب الموضوع وقال له ممكن اسمح لك بسنتين. من بين الحاجات اللي حصلت النهارده الحقيقه لما واحد من الحضور الافاضل وهو واحد من اصحاب الشركات المدنيه، وهنا نقف لحظه واحده، طول الوقت يقول لك الجيش مسيطر على الاقتصاد، الجيش مسيطر على الاستثمار، يا ساده في هذه المشاريع الهامه، يا ساده في هذه المشاريع المهمه، الجيش هو صاحب الرؤيه والتنفيذ، بس علشان يضمن امننا، بس علشان ما حدش يضحك علينا، بس عشان احنا مستعجلين، بس عشان حاجات كتيره. لكن اللي بينفذ شركات مدنيه كانوا معظمهم حاضرين النهارده، أكتر من 1000 شركه من ايام حفر قناه السويس مره ثانيه التفريعه. وبالتالي الحقيقه جزئيه اوعى حد يضحك عليك فيها، يقول لك الجيش بيسيطر على الاقتصاد في مصر. لما حد يقول لك كده قول له انت ماله بالمناسبة، يعني ما علينا. لكن نقف عند جزئية قال فيها واحد من أصحاب هذه الشركات الأفاضل، قال يا ريس إذا كان الشعار اللي إحنا هنطلقه النهاردة مع حضرتك هو تحدي التحدي، فإحنا بنتحدى بيك العالم. فالريس قال بس نتحدى نفسنا. هنشوف الجزء ده، لكن قبل ما نشوفه كمان خليني أقول 3 رسائل مهمين النهاردة الريس قال عليهم. الرسالة الأولى كانت لرجال الأعمال، لما قال الحقيقة أنتوا خايفين من إيه، والرسائل اللي بتوصل لنا منكم أنكم خايفين. ما أعتقدش أن رجال الأعمال بيخافوا غير على رؤوس أموالهم، ولو أنت سليم ما تخافش، ولو أنت ماشي عدل برضو ما تخافش. لكن رسالة الرئيس النهاردة كمان ما كانتش بس لرجال الأعمال، كانت بتقول ما تخافوش، ما حدش هيقدر يقرب لمستثمر إلا بالقانون، إحنا في دولة قانون،
أرجو أن الرسالة تكون وصلت للمسؤولين عن الأمن في بلادي، ما تكونوش عنصر تعطيل، ما تكونوش عنصر ترهيب لرأس المال، رأس المال جبان. الرسالة التانية كانت للمصريين، شدوا حيلكم، أصل المسؤولية جماعية، ما هيش مسؤولية فردية، مش مسؤولية رئيس الدولة وبس، لكن مسؤولية الشعب كله. مفيش وطن بيعمل شعب، لكن الشعب بيعمل وطن. رسائل مهمة كانت النهاردة موجودة في كلمة رئيس الدولة في افتتاح بدء إطلاق العمل في شرق التفريعة. نشوف الجملة اللي قالها دي. اللي انتوا شفتوه النهاردة اللي عرضوا معالي رئيس الوزراء واللي عرضوا اللواء كامل، مفيش حاجة من اللي انتم شفتوها النهاردة المعدات والعمل مش شغال فيها. لما نيجي نتكلم على سنتين نكون أنجزنا الموضوع ده، صدقوني الموضوع ده كان ممكن ياخد له 10-15 سنة عشان يخلص. كان ممكن قوي أقول للمصريين الشباب، وخلي بالكم من الكلام اللي أنا هقوله ده، خلي حددوا 2-3 مليار جنيه، كل شاب ياخد 10,000 جنيه عشان يعمل مشروع صغير كده، وكان الكلام ده يغطي مليون شاب تقريبا لو احنا بنعرف نحسب الخمس ستة مليار يعملوا ايه. بس يبقى انا كده غسلنا ايدينا من ولادنا، اديناك اهو. لا، احنا واخدين الطريق الصعب قوي ده، تحدي التحدي زي ما اتقال، تحدي الارهاب اللي عايز يهز ويعرقل مصر. لا هم بيعرفوا يبنوا ولا عايزين يسيبوا حد تاني يبني. خلي بالكم من الكلام. في فساد وده معرقل لينا، بنحارب الفساد وبنبني وحنبني. احنا بس عايزين نتحدى انفسنا، احنا نتحدى انفسنا ونبني احنا بلدنا قبل ما نتحدى العالم. نخلص الاول، نتحدى نفسينا الاول.